يعني المكان اللي أنا فيه الآن، لأنها المكان هذا هي الحرمة اللي جابت لي ذا المكان تبع جامعة العرب، والسكن بيكون عند المحطة حق من دول. يعني هنا في ذا المكان هو بالأساس هم وافقوا كلهم عليه، حتى البلدية وافقت عليه. يعني شوية في صعوبات فيه، زي بعض الأوقات ارتفاع البطاط، ارتفاع الدقيق، ارتفاع. هو أنا بالأساس كنت أشتيه بوفية، بس ما قدرت. ولا المكان هو ذاك أشتيه زي الغرفة كذا، أعمل فيه عصاير، أعمل فيه، بس ما قدرت. حلم صغير لكنه بالنسبة لأم أيمن حلم سيغير الكثير في حياتها. لهذا قرر فريق برنامج حيث الإنسان تحقيقه. هنا في هذا الدوار سيصبح حلم أم أيمن حقيقة، كشك لبيع السمبوسة والبطاطس والمأكولات الشعبية.